تمام. هذا سؤال ممكن أن يوجهه إلينا القادمون الجدد إلى أو المستخدمون الجدد من المحررين أو المستخدمين الجدد في ويكيبيديا العربية، وحتى المستخدمين القدماء الذين يريدون أن ينشئون مقالات جديدة في ويكيبيديا العربية. هذا شيء من التاريخ، صورتان التقطتهما من شاشة حاسبي، إحداهما مضى عليها 10 سنوات في 29 تشرين الأول أكتوبر 2011، وصورة أخرى في 21 شباط فبراير 2012 حول وصول عدد مقالات ويكيبيديا العربية إلى 160 ألف مقالة ثم 170 ألف مقالة، وثقتهما لشيء من التاريخ. أما أمس فكانت المقالات وصلت إلى أكثر من 1,100,000 مقالة، ما يقارب 1,000,000 مقالة أنشئت خلال 10 سنوات التي قضيتها محررا في ويكيبيديا العربية. فما هي الأفكار التي تراودني أو تراود أي مستخدم في ويكيبيديا حول إنشاء مقالة جديدة للبحث عن المواضيع التي لم ننشئ فيها مقالات؟ ما هي المقالات التي تهمنا؟ هل يهمنا أن ننشئ مقالة حول أعضاء حزب معين أو سياسيون في دولة نائية بعيدة عن بلداننا العربية؟ أم هل نريد أن ننشئ مقالات عن شخصيات تاريخية؟ لا أعتقد أن أحدا من مجتمعنا العربي قد يأتي يوما ويريد أن يعرف عنهم شيئا، لأن هذه الشخصيات أصلا هي شخصيات مغمورة في بلدانها، فما بالها في مجتمعاتنا التي قد لا تهتم أصلا بذكرها. أيضا موضوع إنشاء المقالات، هنا لدينا موضوع يتعلق بإنشاء الكم مقابل الجودة. هل نريد أن ننشئ مقالات كثيرة لغرض إنشاء المقالات، أم نهتم بالنوع؟ حتى لا نكون سلبيين، نجد أن العمق أو الدرث حسب المقالات الأكثر، يعني نسخ ويكيبيديا الأكثر أو الأكبر من حيث عدد المقالات، نجد أن القيمة التي تحوزها ويكيبيديا العربية ليست بالقليلة مقارنة بالنسخ الأخرى التي تتصدر قائمة النسخ الأكثر مقالات. من بين المقالات التي هنا صفحات طويلة، نجد أن أطول مقالات في ويكيبيديا العربية هي برنامج الصواريخ الإيرانية، وأيضا قائمة فيها مقالات أخرى ممكن أن نطلع عليها ونرى إن كانت هذه المقالات تهمنا، أو هنالك من اعتنى فعلا بالمقالات فكانت هذه المقالات ضخمة مقارنة بالمقالات الأخرى في ويكيبيديا العربية. أيضا لدينا هذه مقالة اسمها صورة النوعية، حسب الإحصاء الموجود في قائمة الصفحات القصيرة نجد أنها هي أصغر مقالة حالية من حيث الحجم، وهي حجمها 362 بايت. فالطريف أن هذه المقالة تحتوي على مصدر، بغض النظر أن هذه المقالة هل هي مهمة أو غير مهمة، أم هل لها ملحوظية، نبتعد عن هذا الجدل. نعود إلى السؤال الأول، ماذا ينقصنا من مقالات في ويكيبيديا العربية؟ لو نعود إلى القائمة التي يتصدر فيها مجموعة من المحررين الأكثر إنشاء المقالات، فلكي تكون من ضمن أكثر 3 محررين يجب أن تنشئ أكثر من 26 ألف مقالة، لكي تكون من بين أكثر من 100 محرر قد تحتاج لتجاوز 1,000 مقالة. أحد المشاريع التي عملت عليها أو تركت بصمتي وتركتها لاحقا هو إنشاء مشروع القوائم المختارة، والذي أنشأته أول مرة
في العام 2015، وهذه كانت صورة التاريخ. كنت أول مساهم في المشروع، حاليا أنا خارج المشروع ويعتني به بعض المحررين أبرزهم ميشيل ومحررون آخرون، نعتذر عن عدم ذكرهم، فهم يستحقون ذكرهم وتكريمهم. فهنا نرى أن هذا المشروع، إذا عدنا الصورة السابقة، أنه حاليا لدينا 224 مقالة. بالنسبة لي منذ بداية عملي أو تطوعي لإنشاء مقالات في ويكيبيديا العربية، أصبحت منشئا متسلسلا للمقالات من خلال العمل على القوائم، إنشاء قوائم ثم إنشاء المقالات الفرعية جميعا. كنت في تلك الفترة عندما بدأت محررا في العام 2010، نأتي إلى مقالة معينة أو إلى عنوان معين، ثم أبحث عن المقالات الفرعية، فأجد أن هذا الموضوع لم يطرح، لم يناقش في تلك الفترة، فأبدأ بالمشروع من الصفر، فأنشئ مقالة على شكل قائمة، ثم أعيد إنشاء جميع المقالات المتعلقة بها. من بين المقالات الأولى التي عملت عليها وأنشأتها كانت قائمة جزر إندونيسيا. أنشأت ما يقارب من 100 مقالة متعلقة بإندونيسيا وجزرها، لم تكن مطروحة أو مدرجة في مقالات ويكيبيديا العربية. أيضا من المقالات التي عملت عليها وتركتها هي قائمة الدول حسب التقسيمات الإدارية. لذلك نرى كل لدينا أكثر من 200 بلد في العالم، لكل بلد هنالك مستويات من التقسيمات الإدارية، ومستوى أول وثاني وثالث، وكل بلد فيه مدن وقرى تستحق إنشاء مقالات. فعملت مثلا أنا من العراق، فأنشأت مقالات لمدن عراقية كثيرة وقرى وتقسيمات إدارية من المستوى الثاني، لكون المحافظات وهي المستوى الأول كانت موجودة أصلا. عملت على مقالات المستوى الثاني وهي الأقضية، والمستوى الثالث وهي النواحي، وهذا المشروع لم يكتمل لحد الآن. فمن يرغب بأن ينشئ مقالات يذهب إلى هذه المقالة ويبحث عن المقالات المفقودة. فمثلا أمس وجدت أن مقالة النيبال، أن التقسيمات الإدارية المستوى الأول لبلد هو النيبال لم تنشأ له أي مقالة، هذا على سبيل المثال للحصر. وهنا نرى أيضا في إثيوبيا هنالك مقاطعات أكثر من 600 مقالة، مقاطعة قد تكون بعضها منشأة، أما المقالة المتعلقة بالمقاطعات قد لم لا تكون موجودة. أيضا من المقالات الطريفة التي تستحق أن تذكر، لكوني في فترة من الفترات عملت على إنشاء مقالات متعلقة بحكام الدول، فكنت أذهب من خلال بحثي في ويكيبيديا من بلدان أفريقيا إلى بلدان المحيط الهادي إلى بلدان أمريكا الجنوبية إلى بلدان أوروبا، فأبحث هل هذه الدول لها قوائم متعلقة بحكام الدول، فأقوم بإنشاء مقالات لتلك الدول، ثم أقوم بإنشاء مقالات لحكام تلك الدول. من الطريف أن سان مارينو، وهي من أصغر الجمهوريات العالم وأصغر بلدان العالم، وهي واقعة بالكامل محاطة بإيطاليا، لها نظام غريب، إذ يحكمها حاكمان ينتخبان كل 6 أشهر. فيمكن أن من يريد أن ينشئ مقالة حكام سان مارينو أن يحدث هذا المقالة بإضافة حاكمين جديدين كل 6 أشهر. في الحقيقة لا توجد لدينا قوائم لحكام سان مارينو. في النسخ الأخرى من ويكيبيديا قد تجدون قوائم لحكام كل فترة زمنية على حدة، لكون هذه القوائم ستكون طويلة على مدى مئات السنين.
شكرا جزيلا. طبعا قبل أن أغادركم وقبل أن أنهي عرضي هذا، أريد أن أذكر لكم أنني عملت في فترة من الفترات على إنشاء مقالات للحكومات السابقة التي حكمت في العراق منذ تأسيس المملكة العراقية قبل 100 عام وعام في العام 1920. فهنالك العشرات من الوزارات التي حكمت العراق، وهنالك المئات من الوزراء الذين حكموا العراق أو شغلوا مناصبهم في العراق منذ عام 1920 حتى اليوم. أنهيت إنشاء مقالات جميع الوزراء منذ ذلك العام حتى عام 2003 بعد عند الاحتلال الأمريكي. فلا توجد لدينا مقالة عن وزير عراقي سابق في تلك الفترة مفقودة، والحمد لله.